Division on Main Medium Mode. في الفيديو ده هنبدأ اللي احنا نراجع ونشرح مع بعض تاني كل من الأمثلة المتعلقة بالمين والميدن والمود. بداية كده تعالى نشوف الإديومز، المصطلحات اللي موجودة عندنا. أرثيمتك مين الوسط الحسابي، أد يعني اجمع، ميدن وسيط، سبتراكت اطرح، مود منوال، ديفايد اقسم، افريج المتوسط، والمتوسط ده بيساوي مجموع القيم على عدد هذه القيم، ملتبلاي اضرب، موست اكثر، كاونت عد، اوفن يعني اغلب، ايكوال تو مساوي ل، سم مجموع، ابوف فوق، ويزاود بدون، نيجاتيف سالب، بوزيتيف موجب، اود فردي، ايفن زوجي، ميدل نمبر العدد الذي يوجد بالمنتصف، place them in value order رتب حسب القيمة العددية، descending تنازلي، ascending تصاعدي، assume that يعني افترض أن، extra يعني إضافي، increase يزيد، decrease يقل. تعال نشوف ال definitions، التعريفات الموجودة عندنا في الدرس ده أو في المراجعة دي. أول تعريف أرثيماتيك مين الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي، it's the average of the numbers or it's the sum or numbers divided by their count. المتوسط الحسابي هو متوسط مجموعة من الأرقام أو متوسط الأرقام. ممكن إن أنا أقول تعريف تاني اللي هو sum of numbers divided by their count، مجموع القيم أو مجموع هذه الأعداد مقسومة على عدد هذه القيم أو عدد هذه الأعداد. تاني تعريف عندنا للميديان، الميديان مصطلح معناه بالعربي الوسيط. تعال نشوف تعريفه بالإنجليش، the middle of a sorted list of numbers، هو منتصف قائمة مرتبة من الأرقام. تالت تعريف المود، والمود هو مصطلح معناه المنوال، the number which appears most often، هو الرقم أو القيمة اللي بتظهر أكتر من مرة أو الأكثر تكرارا. تعريف المود هو القيمة الأكثر تكرارا أو الأكثر شيوعا، الرقم اللي متكرر أكتر من مرة، وده أعلى حاجة في التكرار، يعني أعلى رقم أو أكتر رقم متكرر، ده اللي أنا بسميه المود. تعالى ندخل في الأمثلة. example 1، what's the mean of the numbers 8 9 13 and 18. في الأمثلة ده طالب مني ان انا اجيب المين الوسط الحسابي لمجموعة من الأرقام. الأرقام ديت كانت عندي ال 8 وال 9 وال 13 وال 18. القانون المستخدم لإيكاد المين مجموع القيم على عدد هذه القيم، sum divided by count. السم هو مجموع القيم، ببدأ أنا أجمع كل الأرقام أو كل القيم اللي بتبقى موجودة عندي في المسألة، وبعد كده أنا أشوف أنا عندي كام رقم أو كام قيمة، وبعد كده اللي أنا ببدأ اللي أنا أقسم مجموع القيم ديت على عدد الأرقام أو عدد القيم الموجودة في المسألة. فبالتالي أقول 8 plus 9 plus 13 plus 18 divided by 4، الناتج هيطلع لي 12. example 2، in the end of year history exam the main mark scored by the 30 students in 4 11A was 55% and the main mark scored by the 25 students in 4 11B was 44%. What was the main mark of all students؟ كان في امتحان في نهاية السنة، الامتحان ده خاص بمادة التاريخ، فأنا عندي كان نموذجين من الامتحان، النموذج الأولاني كان اسمه 11A والنموذج الثاني اسمه 11B. عدد الطلاب اللي امتحنوا بالنسبة للنموذج 11A كان 30 طالب، والمين مارك المتوسط القيم بتاعتهم أو متوسط الدرجات بتاعتهم كانت 55%. بالنسبة للنموذج الثاني اللي هو 11B عدد الطلاب اللي كانوا موجودين فيه 25 طالب، المين مارك متوسط الدرجات بتاعتهم كانت نسبة مئوية عبارة عن 44%. المثال ده طالب مني ان انا عايز او اللي هو عايز يجيب المين مارك of all students، عايز يجيب المتوسط الحسابي لكل الطلبة.
في الحالة ديت أشوف النسب المئوية اللي موجودة عندي وأجمع النسبتين المئويتين دولت وأقسمهم على عدد النسب المئوية. فأنا عندي نسبتين زي ما احنا قلنا، أجمع النسبتين وأقسمهم على الاتنين، فبالتالي الميل في الحالة ديت هو 55% plus 44% divided by 2، الناتج هيكون 49.5%. Example 3. Sam scored the following grades in his end of year exams. Sam امتحان وفي نهاية السنة طلعت له الدرجات بتاعته. الدرجات دي كانت لست مواد subject. لو بصيت للجدول اللي موجود عندي هتلاقي اللي هو متقسم لعمودين، عمود للسبجكت اللي هي المواد وعمود تاني للجريد. الجريد ده الدرجات اللي هو جابها في كل مادة من المواد. فمثلا الماث كان جايب فيها 51%، طيب انجليش كان جايب 62%، ساينس كان جايب 70%، جيوغرافي كان جايب 39%، هيستوري كان جايب 81%، وإيكونومكس كان جايب فيها 57%. طيب المطلوب هنا what was his main grade. هو هنا عايز ان انا اجيب المين، المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي للدرجات اللي هو جابها في الامتحانات او في امتحان اخر السنة. طيب برضو ان المين بيساوي السمع على الكاونت، سم ديفايدد باي كاونت اللي هو مجموع القيم على عدد هذه القيم. فابدأ ان انا اجمع كل النسب المئوية اللي موجودة عندي واقسمها على عدد النسب المئوية ديت. فالنسب المئوية كانت لست مواد، فبالتالي انا عندي ان العدد النسب المئوية هتكون 6. فاللي انا كده جمعت 51% زائد 52 زائد 62% زائد 70% زائد 36% زائد 81% زائد 57% وكل ده مقسوم على الستة، فلقيت الناتج في الاخر هيدينا 60% 60%. يبقى في الحالة ديت المين equal 60%. example 4. What's the mean of the squares of the first 10 natural numbers. هنا عايز ان انا اجيب الوسط الحسابي لمربعات اول 10 ارقام طبيعية. طيب الارقام الطبيعية ديت هي ارقام بتبقى بدءة من الزيرو وبتشمل كل الارقام الموجبة، يعني فيها زيرو وما لا نهاية، ما فيهاش لا ارقام سالبة ولا بتحتوي على كسور مثلا او اللي هي بتحتوي على نسب مئوية او بتحتوي على كسور عشرية، لا ده بتبقى موجود فيها الاعداد الصحيحة الموجبة وبيبقى موجود فيها الزيرو. طب هنا قال انا عايز اول 10 ارقام طبيعية، فالعشر ارقام الطبيعية هتكون كالاتي 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كده حددت له العشر ارقام. طب هو عايز ايه تاني؟ بيقول لك سكويرز، سكويرز يعني مربع، هو عايز يجيب مربع كل رقم من الارقام اللي موجودة عندي. يعني ايه مربع؟ يعني القيمة او الرقم اللي موجود بأضربه في نفسه مرتين، يعني زيرو اضربه في نفسه مرتين فهتبقى القيمة برضو زيرو، الواحد اضربه في نفسه مرتين فالقيمة هتبقى برضو الواحد، الاتنين هضربها في نفسها يعني اللي انا اقول اتنين في اتنين بتدي لك الاربعة، تلاتة تلاتة في تلاتة بتدي لك التسعة، الاربعة اربعة في اربعة بستاشر، خمسة في خمسة 25، ستة في ستة بستة وتلاتين، سبعة في سبعة بتسعة واربعين، وتمانية في تمانية 64، وتسعة في تسعة 81. يبقى اللي انا كده جبت مربع الارقام اللي موجودة عندي، مربع اول 10 ارقام طبيعية. يبقى كده انا عندي ان المربعات يبقى the square of the first 10 natural numbers هتكون كالاتي 0 1 4 9 16 25 36 49 64 و 81. يبقى اول حاجة عشان بس ايه اللي انت تركز في المثال ده، يعني يعتبر برضو من الامثلة المهمة جدا، بدأت ان انا احدد ايه هي اول عشر ارقام
طبيعية، وتاني حاجة كل رقم من الأرقام الطبيعية ديت بدأت اللي أنا أربعه. يعني إيه اللي أنا أربعه؟ يعني اللي أنا أضربه في نفسه مرتين. ليه ربعته؟ علشان هنا كان عايز إن أنا أجيب الوسط الحسابي لمربعات الأرقام دي. فآخر خطوة اللي أنا هبدأ إن أنا أعملها أقول إن مين سم أو إيكوال سم ديفايدد باي كاونت، المجموع على عدد القيم. مجموع مين؟ مجموع الأرقام المربعة. يبقى اللي أنا قلت 0 بلس 1 بلس 4 بلس 9 بلس 16 بلس 25 بلس 36 بلس 49 بلس 64 بلس 81 divided by 10. القيمة عندي في الآخر هتبقى، المجموع القيم هتبقى 285 مقسومة على العشرة، فالقيمة قيمة المين هتكون 28.5. Example 5. A booklet has 12 pages with the following numbers of words: 201 302 321 321 52 360 321 96 321 96 321 360 321 87 and 340. بوكلت معناها كتيب أو كراسة. الكتيب ده فيه 12 صفحة، والأرقام اللي موجودة عندي ديت هي أرقام الكلمات اللي موجودة في كل صفحة. فمثلا بالنسبة للصفحة الأولى فيها 271 كلمة، الصفحة الثانية فيها 354 كلمة، الصفحة الثالثة فيها 296، الصفحة الثالثة فيها 301، الصفحة الرابعة 333، الصفحة الخامسة فيها 326، وبعدها يكون 285، وبعد كده 298، بعد كده 227، 216، 316 سوري، 287 و214. يبقى الأرقام اللي أنا قلتها دي دلوقتي هي بتعبر عن أرقام أو عدد الكلمات اللي موجودة في كل صفحة من صفحات الكتيب ده. طب إيه المطلوب؟ هنا عايز ان انا احسب المين للارقام اللي انا قلتها ديت دلوقتي. تمام. طيب المين كالعاده برضو قلنا اللي هو بيساوي السم ديفايد باي كاونت، مجموع القيم على عدد هذه القيم. فابدا ان انا امسك كل الارقام اللي احنا قلناها ديت اجمعهم، وبعد كده ان انا اقسم على عدد الارقام ديت. فانا عندي هنا 12 رقم، وبعد كده الناتج في الاخر هيساوي 309. يبقى في الحالة ديت المين هساوي 309.